شوفي طالعي عدل ايش قايل الخياطه، صح انها محليه بس جنها عالميه. شوفي شوفي لك مام. زين انا هذيل عيبوني، وكم الكميه الباقيه عندكم؟ يقول التاجر تقريبا مال 1000 قطعه في المستودع. زين انا باخذ هذيله وباخذ 1000 قطعه اللي في المستودع. لا يا الغشيمه صبري شوي، اللي جاي في الدرب احلى ورخص. انا طلبت كميه كبيره ودفعت قيمتها للتاجر الثاني. لا لا استريحي مشكوره، انا ما ابغي اغامر، شيء مضمون في الايد احسن. كيفك شو اسوي لك؟ بس ترى اللي جاي في الدرب نص قيمه اللي في المستودع. مشكوره انا عايبني وما ابغي اغامر في شيء ثاني. زين يلا تامريني بشيء، انا بصير عند التاجر. صبري وين سايره؟ انت يوم بتصيرين طمنيني وقولي لي شو بسوي. لا تحاتي ما بيصير لك الخير، انا سايره عند التاجر العود. تعرفين شو عند التاجر العود؟ يلا خليك على المستودع عندي. بلاكم شي مويمين. سلختك سلختك، ليش مويمين؟ 260,000 درهم فقط لا غير. عرفتي 260 حطيتهم في البضاعة اللي تبغيهم. وين عاد البضاعة؟ في اللنش. واللنش وين؟ بعصيح. شو غرق دواكم؟ تستاهلون هذا وأكثر. انت يا ايه تتشمتين فيني ولا شو؟ لا يا اختي انا مو بياية اتشمت فيكم، بس انتوا الاثنين ميانين. شو اسوي؟ اول مرة انا في التجارة، اش عرفني؟ قلت يلا خلنا نجرب. شيء مضمون احسن عن يكون شيء في الغيب. هذا انتوا شو استفدتوا الحين؟ قصوا عليكم. والمثل يقول لو مو كلمة. صبر شوي. المثل يقول المثل الشعبي الإماراتي اللي يعبر عن هذه الحالة. للإجابة أرسل رسالة نصية مع كتابة حرف ميم، ثم أترك مسافة يتبعها المثل مع ذكر اسمك الثلاثي على الأرقام التالية، وقد تكون الرابح ب5,000 درهم إماراتي. سيعلن عن الفائز عند الساعة الواحدة بعد منتصف كل ليلة في برنامج قبل السحور.